فلتر تانك يواجه أصعب أمثال في مصر، الصيد في المية العكرة. أحب أعرف حضرتك على فلتر تانك. بس عرفني الأول، ده زرع ولا باروكة؟ حلو حلو محرك فندم، بس لو حضرتك بصيت معايا على الفيديو هنا هتشوفي فلتر تانك بالمايكروشيل تكنولوجي بينظف 99% من الشوائب والكلور اللي في المية على 3 مراحل. شوائب يا أخويا؟ أنا مش شايفة في المية أي شوائب غيرك. إزاي يا فندم؟ ده فيها كلور وصدى ورملة وتراب وحاجات تانية كتير. صدى؟ الصدى قال. امال يا فندم والحاجات دي كلها هتبان لك في الشمعه. معلمه الزبون بيقول لك البن جرب الصدى. دي المايه يا معلمه مش البن. ها انت جاي تصطاد في المايه العكره ولا ايه؟ اطمني يا فندم، مهما كانت ميتك عكره هتطلع نظيفه من فلتر تانك. فلتر تانك يضرب بيه المثل. كده احنا انهينا رحلتنا المهارية في المدينة القديمة. تعالوا بقى نروح نتمشى للمينا نشوف السمك والحوت. هنا داخلين بقى على المينا، هنا المطاعم بقى اللي على البحر، ممكن تاكل السمك الطازة الفريش طالع من البحر. مدينة الصويرة بيقال عليها موجادور، اسمها موجادور او مدينة النورس بسبب كتر طائر النورس. يا جماعة ولعته كتير جدا جدا، في اول مرة اشوف مدينة فيها طائر النورس كتير بالشكل ده، لدرجة ان انا اللي بتفادى يعني لما كنت بقى ماشي بالموتور الموتوسيكل كده في الشارع بيوقف هو في وسط الشارع وانت اللي بتبعد عنه، يعني حاجة اول مرة اشوفها. هنا بقى قوارب الصيد، تعالوا ندخل ناخد جولة في المينا ونشوف انواع الحوت الموجود جوه. واحنا حاليا داخل المينا، ميناء الصويرة، وملاحظ هنا ان الشرطة مش موجودة بالزاف، او تقريبا ما فيش شرطة، فده دليل ان البلد فيها امن، يعني زي شفشاون. يعني نسيت التليفون بتاعي في الموتور، في اللي هو المكان اللي بحط فيه التليفون ده، قعدت ساعتين رجعت لقيته زي ما هو الحمد لله. تعالوا نشوف دول. ده احنا كده في المرس، فكرني بالمرس بتاع الحصينة. هو كده يا جماعة حتى الآن الصويرة اتحطت في الليستة، يعني لو هتيجي المغرب عندك الصويرة وعندك الحسيمة، بس الصويرة تتفوق ان فيها مدينة قديمة اكتر من رائعة. لسه اصلا مش بنشوف البحر. خلي بالكوا الصويرة والحسيمة مش رخيصة، يعني بالنسبة لبقية مدن المغرب الثمن فيها زيادة شوية. يعني حتى احنا هنا في قلب المينا واسعار السمك والحوت زي الرباط، لكن طبعا لو انت من هو الاكل الحوت عليك بالصحراء، الصحراء المغربية الخير كله هناك. حلقة من عندك رخيصة الحمد لله، على يدي 40 درهم. اه 40 درهم زين. درهم ميرنا هي 50 درهم. سول الجري الهواء. اها ده السولو في المغرب. سول عارف في مصر بنسميه ايه؟ سول. لا في مصر اسمه سمك موسى. اه سمك موسى. معلش اسمه سمك موسى. سلطان البحر. ده سلطان البحر. لا بنقول عليه سلطان البحر. كابوريا. كابوريا واستاكوزا مش فاكر بس كابوريا. لا انا اشرح لك ليه في مصر بنسميه سمك موسى. سمك موسى هات زوج منهم بعد اذنك، يعني هات واحدة اخرى حطهم على بعض زقدرهم على فوق بعض. فوق بعض لا العكس، تاخد واحدة شوف كده بقت حوتة كاملة. يعني في مصر بقولك لما موسى كان بيهرب من الفرعون فتشق البحر
ايه؟ عشان يعرف هنسقط معاه السمك في الحوض. فدي تسقط عشان كده سميناها سمك موسى. سبحان الله. يعني امسكها ترفع بعدين على مش عارف. سبحان الله. عندك الصح. شوف اهي. عندك الصح. يعني كده بقت حوطه اهي كامله. اتسقط اهي. لكن تيجي تمسكها لوحدها تلاقيها نص حوض. عشان كده مسمينه سمك موسى. سمك موسى. كان معكم محدثك ومشيكم. شكرا حبيبي. واو ده البلطي ولا الماعز؟ السلام عليكم. ده اي نوع ده؟ ده الماعز ولا ماعز ولا بلطي ده؟ ماعز. لا مو ماعز. مش ماعز؟ ده لحم ابيض. لحم ابيض؟ ماعز هو اللي كل لحمه اسود. اه. هذا السمك هذا كله. هذا مش حل؟ هذا ب 60 الكيلو. 60 كيلو. هذا 40. اها. هذا 170. 170. 40. ده المرنة ده صح؟ هذا المرنة صح. هذا الفو كالامار هذا ب 60 وهذاك الكالامار الحقيقي ب 140. 140. هذاك الجودة الجود وهذا كلام الحقيقة ولا كلام الحقيقي وهذا المزور. مزور. شكرا. حبيبي. طبعا انا مش مشتهي الحوت عشان كلت امبارح في اسفي. النهارده عايز اكل شاورما دجاج. كان المفروض واحد يجي هنا وهو مشتهي الحوت. تاكل تشتري يعني اللي انت عايزه وتيجي تشوي هنا. بحاول اقنع نفسي ان انا اكل حوت بس شبعان من ساعه كارت سردين مشوي بالزاف امبارح في الاسفي. مش عارف اجوع نفسي شويه. انا عايز اكل شاورما او دجاج. ده حلو ده. ده ال ده الفرخ يا فرخ. مش حل؟ الواحدة؟ كاسة كاملة؟ اه. ممكن اخد له ده دار مشوي ولا مقلي؟ طاجين. طاجين؟ يعني ولا مشوي ولا مقلي؟ المشوي المشوي المقلي 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 المشوي الفرخ بيتعمل مقلي. واش بغيتي انت الفرخ المقلي؟ كيدار مقلي. الرقيق هو المقلي تيتقطع رقيق العصاب المقلي. هذا تيدار طاجين. هذا الكبير تيدار طاجين، هذاك تيدار المقلى. فهمنا؟ كاين اللي يدير طاجين هنا؟ واش بغيتي انت الطاجين؟ كاين اللي يدير طاجين هنا؟ كاين في المدينة في الطاجين، هنا كاين الشو مشوى. هنا في المدينة عند الجزارة فين كاين الجزارة، تما كاين الطاجين، كاين القهوة ديالك الطاجين، ترجع ليه من بعد. تاكلها كده وهي ما طيبهاش. نجرب؟ اجرب. امسك امسكني. جرب واحدة. زوينة ولا فاصحة ولا مش ويكا. اكل ايه؟ اكل ده؟ سي سي كلها بالكحل اللي فيها ده؟ مع الكحل كله؟ كده رطع الديره كده ديره. انت بتاكل رمله البحر. شو كنت تاكل رمله ديال البحر؟ كل اللي كنت تاكل رمله ديال البحر. الحمد لله ما جربتهاش.
بالصحة والراحة بالصحة والراحة. ضروري من الرمل مش ويكا، ما انصحكمش تجربوها. انا اكلت رملة.